انظر هاني ما طالب عمك شو النبي صحيح يا طارق الله لازم اباح انه جاي تدفع للسلفيه هي فين هي فين صباح شريف اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا تفضلي يا عم تاج تفضل استر يا شاكره تفضل ممنونيه تفضل 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 استر يا عم ده انت انستي وشرفتي ما عليك ما عليك استاذ طاهر افندي حضراتكم اكتب في جرنالات إذا حضراتكم اكتب في جرنال بتاع حضراتكم مادموزيل غندورة هانم مش اقدر نام ليل ولا بعض الساعات ايه في اكلانات برغتان يق ايه تعبانات يق عيانات يق فقط مش اقدر غمض عين مش اقدر استغرق في نوم لذيذ من خطة مزيكات 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 ايه عمارة بتاعنا جنبو عمارة مش بتاعنا في عمارة اللي مش بتاعنا في موجود واحد كباري اسمه كباري عشاق سكان عمارة بتاعنا ابعت لي انذارات علشان اظل هم كل مش اقدر نم من رامي سجد مزيكت ضربوكت ولا يكون عندك فكرات انا حنبقى عندك واحد مقالات متعمق جبخانات بعد كده مفيش لا رقصات ولا حلم بوحات يعني مش هتسمعي ولا هتشوفي حاجة ابدا الفت بس انا ظروفي بطالة وعاوز منك مساعدات مساعدات زي ايه طاهرة فندي واحد شيكات صغيرات سلفيات سلفيات ايضات امان يا ربي قلبي اطبقي روحي اطبق لا لا بسم الله بسم الله مش عابد هاجة مش عابد مش عابد حاجة لا مش عابد الحمد لله شكرا لله قلبي نعمش روحي ادخل انا اخرج اذ ربما انت اطلب فلوس كمان اذ ربما يا اختي اذ ربما سلام سلام يا اختي مع السلامة مع السلامة يق انت مش بصلني انا اخرج بعدي على بعدي اعوذ بالله دي بخيلة قوي اخ ابخل من البخل واجوع من الجوع مع انها غنية جدا هي بس ما تنسيش انها عذراء جدا بلغت من العمر 60 سنة ومحدش اتجوزها لحد دلوقتي ايه في ايه تلغراف يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الشيخ فاضل الحنبلي هو الاستاذ فاضل الحنبلي جوه التلغراف لا اصله هيوصل النهارده من اسكندريه عشان يحضر مؤتمر تطهير الاخلاق اصله هو يبقى رئيس جمعيه تطهير الاخلاق انت دعيته يجي عندنا ايوه وهيقعد عندنا هنا اسبوعين على الاقل يا خدتك اللي من وسع تعزم راجل مهم زي ده واحنا على البلاطة ايوه بس كمان ما صحش ننزل راجل زي ده متدين في لوكندا فيها ناس اشكال والوان ونعمل ايه دلوقتي نعزمه على ايه هنوكله منين منين